فناء أمنحوته الثالث المفتوح، شايله الملك أمنحوته الثالث، ويضم هذا الفناء الهائل في جوانبه الثلاثة صفان من 64 أسطولا على هيئة تيجان على شكل حزام البردي، موزعة في صفين على ثلاثة جوانب من الفناء. ولقد تم العثور في هذا الفناء على خبيئة للتماثيل التي تمثل ملوكا وأربابا في بداية عام 1989 ميلاديا، حيث حفرت حفرة في الفناء لمعرفة سبب زحزحة بعض الأعمدة والأعتاب، الأمر الذي كان يهدد المعبد والزائرين. وقد أسفرت الحفائر عن اكتشاف حفرة في الأرض مردومة كانت تحتوي على 26 تمثالا تمثل ملوكا وملكات وأرباب في حالة جيدة من الحفظ.